لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول. يواصل المنتخب الوطني للكرة الحديدية وناظره منتخب الكرة الحديدية بفضاء لالوفا تداريبهما لنهائيات اللعبتين ضمن دورة الألعاب المتوسطية بوهران، والتي ستنطلق مراحلها التأهيلية صبيحة الأحد. المشاركة المغربية ضمت خيرة العناصر المتوجة الشهر الماضي بلقب البطولة الإفريقية لذات الصنفين الرياضيين. الحمد لله وجدنا تدهور ألعاب البحر الأبيض المتوسط بكامل الاستعدادات. الحمد لله ديجا كنت في ألجي في الشهر اللي فات، ربحنا كاليفي شامبيون دي موند بعدا، وجيت في شامبيون دافريك، والحمد لله اللي انا الكاليفيت لهاد الالعاب البحر الابيض المتوسط، حيت ديجا عندي انا شامبيون دافريك. جينا حنا باش نشاركوا هنايا في العاب البحر الابيض المتوسط، ما وصلنا هنايا حتى ودزنا بزاف دي كونسونطراسيون، درنا لعبنا شامبيون دافريك هنا نيت في الجزائر، كانت عندنا ميدال دو برونز، كاليفينا شامبيون دي موند الحمد لله، لعبنا تورنوا في تونس، وانا راه ديجا شامبيون دافريك في 2019 و2018، وان شاء الله احنا هنايا باش نزيدوا نتالقوا ان شاء الله ونشرفوا بلادنا. الادوار التاهيليه ستنطلق بمسابقه الزوجي بعد تغيير خفيف في فقرات البرنامج العام، وبعدما اوقعت القرعه المنتخب الوطني في مجموعه ضمت كبار اللعبه كمنتخبي ايطاليا بطل العالم وفرنسا الوصيف، ما سيرفع سقف التنافس بين منتخبات المجموعه. والحمد لله احنا تدربنا، دوزنا معسكرات تدريبيه، شاركنا في البطوله الافريقيه اللي كانت مقامه اخيرا في الجزائر وفزنا بالبطوله الافريقيه، وحنا الحمد لله جينا اليوم للالعاب البحر الابيض المتوسط، وحنا في اتم الاستعداد ان شاء الله باش نديروا نتيجه ايجابيه. التدريب ديالنا كان كتمر في احسن مستوى، اللاعبين ديالنا يعني سون اون فورم، تيترينيو مزيان، راه ان شاء الله مزيان، ان شاء الله غادي يكون التمثيليه مزيانه، وان شاء الله غادي نحققوا تدريب اللي هي مشرفه اللي كتشرف الجامعه ديالنا وكتشرف البلاد ديالنا. درنا الاجتماع التقني البارح في القرعه ديال المباريات، للاسف بون القرعه ما طحنا مع بطل العالم ايطاليا ووصيف العالم فرنسا، واللي فاز ميداليه برونزيه سان مارينو، غدا ان شاء الله غادي يلعبوا مع الفريق الايطالي، ونتمنوا ان شاء الله كل خير، لانه على كل حال احنا جينا باللاعبين واللاعبه ديال اللاعبين اللي جاو يعني من طبيعه فازوا ببطوله افريقيه، كنا لعبنا في الشهر اللي فات في الجزائر فازوا ببطوله افريقيه، وعندنا اللاعبه بوشرى محترفه واللاعب جاميس هو محترف في فرنسا. حري بالذكر ان المنتخبين الوطنيين يخوضان مختلف التخصصات الرسميه للعبتين ضمن دوره وهران لالعاب البحر الابيض المتوسط ب4 عناصر، 2 لدى الاناث ومثيلهما لدى الذكور.